ايه السؤال؟ مين اللي خرب مصر بعد ثورة يناير 2011؟ ده سؤال النهاردة. في رسائل كتير ما بين مؤيد ومعارض، ما بين ناس بتقول لا مش النظام، ناس بتقول مش عارف اخطاء مش عارف مين. هنقرأ رسائل، لكن خلينا نستقبل اول مجموعة من المتصلين معانا. حازم من السعودية، اهلا بك يا حازم. اهلا وسهلا بك استاذ اسامة. اهلا وسهلا استاذ اسامة. في البداية اود ان اشكركم لمجهوداتكم. اشكرك. بداية لا يمكنني ان انتقدكم. ليه؟ لانك انت مقاتل على ارض المعركة وانا مشاهد، ولا يمكن لمشاهد ان ينتقد مقاتل على ارض المعركة. انا ممكن احلل بس الموضوع. مين اللي خرب مصر منذ 25 يناير حتى الان؟ اللي خرب مصر انا وانت والاخوان والجيش والشرطه وحزب الكنبه وكل اللي انا بقول لك عليهم. ليه؟ كل 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 كلنا مشاركين، لا استثني احد. انا بدأت كلامي باني لا يمكنني ان انتقد. ليه؟ لان انت مقاتل على ارض المعركه، ولكن انا بحلل الاحداث. ما انا بسالك ايه سبب تحليلك ده؟ حتى معاك. ليه ايه سبب تحليلك ده؟ يعني ليه مساوي ما بين الجميع في المسؤوليه؟ اقول لك ليه مساوي. اولا احنا كلنا مشاركين في الوطن وشركاء فيه. تمام تمام. انا اقول لك ازاي انا مشارك. اول حاجه انتقد نفسي. مشارك لاني انا من واحد من 25 يناير حتى الان انا تابع حزب الكنبه. تمام تمام. لا يمكن اني انا اسيب حزب الكنبه واشارك. ليه؟ حاولت. في مستقبل خايف عليه، في 100 شاب عنده 100 مستقبل خايف عليه. طب ممكن اناقشك في الناس اللي انت قلتها؟ طيب انت قلت انا وانت والاخوان والجيش وحزب الكنبه والجميع لا استثني احدا. طيب انت بتقول انت حزب الكنبه، هكلمك بلسان حزب الكنبه. يا بيه احنا عايزين ناكل عيش، يا بيه احنا ملناش دعوه بالسياسه، يا بيه ربنا يولي من يصلح، يا بيه انا عندي عيال عايز اربيها، يا بيه هنزل الشارع عشان اتسجن ومستقبلي يروح. ما هو حزب الكنبه بيقول كده، مش كده ولا ايه؟ لا استاذ اسامه ثوان تفضل. حزب الكنبه في درجات، في درجات. فيه اللي فيه عارف ان ده غلط ومش قادر. طب واللي في حزب الكنبه جاهل، واللي في حزب الكنبه بيقول لك الكلام اللي انا قلته ده، بتحمله المسؤوليه برضه ولا لا بتديله العذر؟ لا احمل المسؤوليه. احمل المسؤوليه. طيب جميل. اللي هو ما يقدرش ياخد قرار. طب حلو ماشي. يتحمل طيب كده كده وصلنا كده، خلصنا حزب الكنبه. انا هسيب انا للاخر، لكن انت خلاص اتكلمت. لا خلينا نتكلم عن الاخوان. الاخوان مثلا شاركوا في الثوره وبعدين جم بانتخابات رئاسيه وحصل ضدهم انقلاب ودلوقتي منكل بيهم. ليه بتحملهم مثلا خراب مصر؟ لان الاخوان نستطيع ان نقول ان هي المجموعه او الحزب أو الكيان المنظم الوحيد غير السلطة في البلد. كويس. طيب. وعندهم الخبرات وعندهم النوايا الحسنة، ولكنهم أخطأوا في إدارة البلاد. بس في فرق يا أستاذ حازم من حاجتين، معلش. أنا بسأل مين اللي خرب البلد، مش مين اللي أخطأ في إدارة البلاد. فهل الإخوان أنت بتحملهم مسؤولية خراب البلد؟ المخطئ مشارك. المخطئ مشارك. كويس. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ حازم، سعيد بالنقاش معاك، بس لان في مجموعه كبيره من الاتصالات. الحقيقه انا مختلف معاك شويه يا استاذ حازم. يعني فكره المساواه بين الجميع، لا شك ان الاخوان اخطاوا في اداره البلاد بعد ثوره يناير، ولكن احنا بنسال عن اسباب الخراب. هل ساهم الاخوان في خراب البلاد؟ ممكن حد يقول لي والله ساهموا ان هم ترشحوا للرئاسه، ساهموا ان هم حكموا البلد ومش في ايدهم ادبت. ممكن نتناقش، بس مساواه المسؤوليه ان كل سواسيه، لا الحقيقه مش كل سواسيه. هناك من اجرم ولا زال يجرم في حق الشعب المصري، وهناك من اجتهد واخطا، وخطأه ده ادى
ان يبقى في مجرمين ماسكين البلد دلوقتي, وهناك ناس كانوا سلبيين زي ما انت قلت قاعدين يتفرجوا من ايام مبارك لحد دلوقتي, اللي مات مات واللي عاش عاش ولا فرق معهم حاجه, وهناك ناس الحقيقه حاولوا دفعوا ثمن ولسه بيدفعوا ثمن. فمش عارف, انا مش متفق معاك يعني ان الناس دول يتحملوا مسؤوليه خراب, بالعكس الناس دول حياتهم اتخربت اصلا عشان البلد تتغير يعني. طيب معانا ام احمد من مصر, اهلا وسهلا. طيب ماجده من مصر, اهلا بك يا استاذه ماجده. اهلا بك يا دكتور, مساء الخير. مساء النور يا فندم. يا دكتور, اللي خرب مصر وخرب البلد العين عصابه بيشتغل بمنطقه الارض المحروقه, يعني هو نفسه قال كده, قال لو سبناه مش هتنفع لنا ولا لغيرنا. فده يعني فده متعمد يخربها, ده خراب متعمد, ده حساب مين ما حدش عارف, ده هو كده شخصيته مجرمه كده, هو مجرم بطبعه يعني, هو واضح كده يعني. فالمفروض ان الناس تفوق وتشوف وتستغرب الباقي بالبلد قبل ما تخربها كلها على المغرب كله, كلها هتغرب المغرب هتغرب الكل. تمام, شكرا جزيلا يا استاذه ماجده من مصر. معانا عادل من مصر, اهلا بيك يا عادل. السلام عليكم استاذ اسامه. عليكم السلام. حضرتك حال مصر مش هيتعدل الا من حاجه واحده بس, ان الشعب يقف ورا الناس اللي اتحبست عشان خاطر تخدم مصر. استاذ هشام جنينه ووزير التموين, دي لو الناس دي حست بحمايه من الشعب كانوا وقفوا, لكن دلوقتي انا لو بقيت وزير في يوم من الايام هدوس على الشعب لان انا محمي من السيسي. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا يا عادل. ام محمد من مصر, اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور اسامه؟ الحمد لله بخير. اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور اسامه بتقول مين اللي سرق مصر؟ مين هيسرق مصر غير الاشكال اللي شفناها؟ لا, مصر كانت بخير وكانت بسلام حتى ايام حسني مبارك برضه, عمرنا ما شفنا الايام السودة دي. ماشي, هي كانت ايام حسني مبارك بس عمرنا ما شفنا الايام السودة دي. اللي سرق مصر واللي خرب مصر واللي ضيع مين مصر واللي ضيع سلام وتنازل بتاع مصر واللي بهدل الدنيا كلها هو مين؟ الارهاب كله هو من السيسي والدي والقرف ده كله. مين اللي سرق مصر يا دكتور اسامه؟ طب بص يا مين اللي سرقها ومين اللي خربها؟ بص يا محمد, عمرنا ما شفنا الايام السودة الا لما شفنا الاشكال السودة دي. الاشكال الوقت اللي هم بيقولوا حاجة مختلفة شوية. أم محمد, هم بيقولوا حاجة مختلفة شوية. نعم. هم بيقولوا إن حضرتك والشعب المصري بقى عندكم حاجة اسمها عقدة يناير 2011, هل الكلام ده صحيح؟ لا طبعا مش صحيح, ده يناير 2011 كانت هتنصب البلد بعجلة البلد, واحنا عشنا سبع ايام دكتور محمد مرسي الله يرحمه يا رب ويجعله في الجنة ونعمة, سنة مش هتتعوض يا دكتور اسامة. السنة دي كانت بحياتنا كلنا, كانت بحياتنا كلها يا دكتور اسامة. احنا شفنا الهدر وشفنا الفقر, الناس دول كانوا هيعدلوا البلد يا دكتور اسامة, ما كانوش هيسرقوها, ما كانوش سرقوا اثارها, ما كانوش سرقوا فلوسها, ما كانوش سرقوا اموالها وهربوها بره, ما كانوش هيدينوها, ده كانوا هيخلوها زي الفل من فل. بس حسبي الله ونعم الوكيل, سيسي واحواله واللي معاه واللي مأيدينه وجيشه وعصابته وشرطته وكل اللي معاه, الله ينتقم منهم, حسبي الله ونعم الوكيل فيهم, الله ينتقم منه هو واللي معاه. انا لما بشوف صورته على التلفزيون بتعصب. شيلوها يا جماعه, شيلوها يا جماعه, الله يخليكم. شيلوا الصوره, شيلوا الصوره, سيبوا ام محمد وشيلوا صوره السيسي. كملي يا ام محمد. الله ينتقم منهم يا اكبر, الله ينتقم من الاشكال دي. هو احنا شفنا خير على قدمهم يا دكتور اسامه؟ يا دكتور اسامه, انا عشت 76 سنه في البلد يا دكتور اسامه, شفت الواقع كلهم, انا عايش على ايام كلهم, ايام الحرب بتاع 67 و73 انا كنت بروح اعمل سندوتشات للجيش, انا كنت بسافر للجيش احط ازاز ميه في شنطه كده وسندوتشات وبالنقطه اللي بعد يا دكتور اسامه وهما بيحاربوا. احنا شفنا الايام السودة دي يا دكتور اسامه, احنا شفنا الجيش واقف ورا السيسي على اضرار الشعب وعلى خراب الشعب وعلى خراب مصر وعلى تدمير مصر وعلى اقتصاد مصر وعلى اعتقال مصر وعلى اعدام مصر غير الايام السودة. والله محمد انا مش عايز اقطعك بس انا بشكرك جدا, الله ربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك يعني وفي صحتك, شكرا جزيلا ليكي. قبل ما ارجع للاتصالات خلينا نقرا بعض الرسائل. اللي خرب مصر, اللي خوفونا وارهبونا وحرمونا الحريه, اللي باعوا مقدرات البلد, اللي باعوا تيران وصنافير, اللي باعوا حقول الغاز لاسرائيل, اللي فرطوا في نهر النيل بالساهل, اللي قتلوا المصريين في رابعه, اللي اغتصبوا النساء في السجون, اللي اعتقلوا الابرياء.
اللي خرب مصر احنا السبب، الشعب المصري اللي نزل وشال رئيس منتخب وجاب نظام كان حكمنا بقاله 60 سنة، نظام ايديه ملوثة بالدم، احنا نتحمل جزء من الدم ده اللي نزل ورقص في اللجان، يبقى احنا نستاهل. رسالة اخرى بتقول، انت مش بتقرأ اللي ببعته لك، انا قريته هو بس الرسالة غريبة، ابعت رسالتك اجابة على السؤال. رسالة أخرى، الشعب يا أستاذ أسامة هو السبب، لأن حقيقة المفروض إحنا كشعب نقف ضد العسكر، لكن عشان إحنا عندنا فوبيا من السلاح. طيب معنا أبو آية من مصر، أهلا بيك. ازيك يا دكتور أسامة، تحياتي ليك ولأسرة البرنامج. أهلا وسهلا. حضرتك دلوقتي بتسأل مين اللي خرب مصر بعد ثورة يناير 2011؟ نعم. ده سؤال إجابته قاطعيا المجلس العسكري، ما فيش فيها فصال، هو المجلس العسكري هو اللي خرب مصر، إنه هو اللي كان بيحكم من 2011 لحد ما جه السيسي 2014. الإخوان المسلمين مش أنا ما حدش فيهم عرف حتى يجيله تقرير عن أي مجلس مدينة في أي قرية، يعني ما عرفش يسيطر على البلد. وجاب لسان المجلس العسكري في خراب البلد كانوا حاجتين، جبهة الخراب اللي كانوا بسمينها جبهة الإنقاذ، واخد بالك، دول اللي سمعوا المجلس العسكري في خراب البلد. الله أعلم إن كانوا يقصدوا أم لا يقصدوش، بس أنا من وجهة نظري إن هم كانوا قصدين جبهة الخراب، إن هم كانوا يساعدوا المجلس العسكري، من وجهة نظري الخاصة، أنا ما بتكلمش عامة يعني. لأن جبهة الخراب أصلا كانت منظمة وكانت ماشية بهدف إزاحة أي حد يجي قدام العسكر في الحكم، وهم ما كانواش عايزين غير العسكر. فتقريبا يعني والله ورسوله اعلم ان العسكر هم من حطوا جبهه الانقاذ، وهم من وضعوها امام الاخوان المسلمين. طيب سؤال يا ابو ايه، سؤال يا ابو ايه لو سمحت، انت يمكن سمعت مداخله حازم من السعوديه في الاول. حازم قال انه انا وانت والجيش والاخوان وحزب الكنبه الجميع خرب مصر والجميع مسؤول لا استثني احدا، ايه رايك في الكلام ده؟ الكلام ده يجي يقوله امتى بقى؟ يجي يقوله بعد اثناء ثورة 30/6، من يوم 30/6/2013 لما نزلوا المؤاخذة، معلش الجماعة اللي انا مش عايز لساني طول ولا كده، بس انا هسميهم الناس اللي هم القذرين او الاقذار او الاقزام بمعنى صح، اللي هم نزلوا في 30/6 اللي هم تمرد واللي رفعوا البيادات فوق دماغتهم وفوق رؤوسهم، هم دول السبب، مش احنا كشعب كحزب كنبه زي ما بيقول. جميل. الراجل ده مش واعي اللي بيقوله، الاستاذ اللي اتكلم من السعوديه وبيقول لك ان انا وانت السبب، ده مش واعي اللي بيقوله. شكرا جزيلا ابو ايه، وضحت وجهه نظرك، بشكرك جدا. معانا هبه من مصر، اهلا بيك يا هبه. سم. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا دكتور، إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بالنسبة للخرب مصر بعد الثورة، أنا من رأيي إن الناس المستفادين زي رجال الأعمال والدولة العميقة بتاعت مبارك، دول ما كانوش هيسمحوا ابدا لحد زي الدكتور مرسي الله يرحمه يجي ويصلح ويجيبها كده من يجيبها، يعني يصلح كده من القاع. الفساد دارت في البلد زي السرطان، وهو كان طيب وكان ما ينفعش اللي اتعمل دوت خالص، زي ما السيسي ماسك كده قبضه من حديد، اللي جابوه طبعا اللي جابوه هم، اللي هو اساسا عباره عن يعني ايه، اداه للغرب وأداة للمستفيدين في مصر. فالقبضة اللي من حديد دي كان المفروض كانت تحصل لما الرئيس المنتخب مرسي احنا انتخبناه، كانت المفروض تحصل على الفاسدين. القبضة اللي من حديد دي كانت هم استخدموا بيها. انا خليني اسال حضرتك سؤال، الاعلام المصري زي ما اتفقنا هو بيردد رواية النظام يعني، فهم بيحاولوا يتكلموا امبارح على لسان عمرو اديب، بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان حضرتك والناس في مصر اصبح عندها حاجة اسمها عقدة 2011، اللي هو ايه، كل ما تحصل مشاكل احنا هننزل البلد وهنجيب البلد الارض. فعمرو بيقول يا جماعة لا، يعني دي مش طريقة بلد، ده ما ينفعش نعيش بالشكل ده. هل حضرتك لمسة ان الناس فعلا عندها حاجة اسمها عقدة 2011؟ اللي عنده العقدة ديت زي بالظبط لما يكون واحد اسمه يعني مثلا انا ليا اختي مثلا هي عيانه كل الامراض، عندها امراض الدنيا، فانا خدتها ورحت بيها للدكتور
فالدكتور قال لها عندك قلب وعندك سرطان وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. راحت جت قالت لي منك لله انت اللي ايه انت اللي انت السبب. انا السبب عشان كشفت لك الامراض بالضبط زي النظام اللي حاصل ده. ازاي احنا عايشين في امراض مستعصيه، سرطانات ضربه في قلب البلد، الفساد ضارب. الاستاذ هشام جنينه لما جه يكشف الفساد راح فين؟ راح ورا الشمس واسمه ايه دوت ناس كتير، كل الشرفه في السجون. مشكور جدا يا استاذه هبه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. ابو صلاح من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الوقت اللي خرب مصر مفيش ولا الجيش ولا السيسي يقدر يعمل التدمير اللي حصل في مصر ده. اللي عمل التدمير ده دولة معروفة في العالم كله ان هي دولة احتلال. الدولة دي هي اللي بتخرب وعارفة كل حاجة في مصر. طب وهي الدولة دي هي اللي كانت بتحكم يا ابو صلاح؟ نعم. هي الدولة دي هي اللي كانت بتحكم؟ هي حتى عملاء عندها. هي حتى عملاء ليها، والعملاء دول هم اللي بينفذوا خطتها بالضبط. مفيش حاجة. بص الجيش نفسه لا يستطيع أن يفهم كل الوزارات دي والتدمير كده، من أول الأسرة، من أول التعليم، من أول الصناعة، كل التدمير ده مفيش حد يقدر عليه في العالم غير الأعداء بس، هم طيب. اللي عينوا السيسي. جميل. مفيش حد يقدر في الكون. شكرا جزيلا يا أبو صلاح. يبقى أبو صلاح شايف أنه إسرائيل هي السبب، هي اللي بتحكم، هي اللي معينة السيسي، هي اللي حط العملاء، وهي اللي خربت البلد من بعد 2011. طيب معنا أم آدم من مصر، أهلا بيكي. أم آدم، أم آدم معنا؟ طيب مش معنا. معنا محمد من إيطاليا، أهلا بيك يا محمد. أهلا وسهلا. تحياتي ليك ولأسرة البرنامج. تحية لحضرتك يا دكتور أسامة. مفهومة ومعروفة كويس قوي إن اللي وراء تخريب مصر هو من عهد عبد الناصر حتى الآن هو الجيش. أنت لسه بتتكلم قبل بداية البرنامج بتاعك، قلت اللي هو سمير واللي هو مش عارف مين واللي هو كلها طول عمرهم وهم اللي خاربين البلد. كل شيء وزعوا الأراضي، وزعوا الأوقاف، وزعوا كل اللي هم عايزينه، ودي ما فيهاش كلام. تخريب مصر على يد الجيش وعلى يد الشرطة وعلى يد القضاء، التلات جهات رسمية ومعروفة كده. وهو مين اللي بعين النهاردة؟ وكيل النيابة والقاضي والمستشار والعالم دي، مين اللي بعين؟ ما هو هذا الكذاب الأشر اللي موجود ده، اللي انت عرض لنا صورة 24 ساعة طول البرنامج بتاعتك عرضه، يعني ما تشلاقي صورة، هات لنا صورة حد نضيف شوية، يعني يكون وشه مش أسود ووشه خراب، وشه خراب. طيب. نسأل الله أن ربنا ينتقم منهم جميعا بحق لا إله إلا الله. ولكن برضو يا دكتور أسامة هعلق في النهاية، لابد أن الناس ترجع إلى الله. يعني إذا رجعنا إلى الله بتهيألي هيبقى في خير، يعني ما فيش رجوع إلى الله الشعب المصري بالذات. يعني أتمنى أن يعني نداء حضرتك يصل للزملاء الأعزاء فريق الإعداد. ما تجيبوش يا جماعة فيديوهات للسيسي تاني لو سمحتوا، هاتوا فيديوهات لأي حاجة تانية غير عبد الفتاح السيسي، لأنه واضح أن صورته بتضايق الناس. أبو يوسف من مصر، أهلا بك أبو يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. انا شايف ان السؤال كان من المفروض يسال، يعني مصر مش خربت من بعد 2011، مصر خربت من بعد 52 بالضبط. من اول ما جاء المعلم جبار عبد الناصر، ومصر كل مالها ما هي نازل في النازل في النازل اقتصاديا، والحاله طبعا ما كفاش عن حد ابدا. الاستاذ عبد الكريري اللي هو بيخوفنا من 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 2011 ومن يناير، هي اللي ركبته طيارة 500 مليون دولار، اللي تخوفنا دلوقتي ان احنا ننزل الشارع ده هو اللي ركب طيارة 500 مليون دولار. معروف طبعا اللي خرب مصر هم العسكر، عسكر ناس ما عندهمش اي تفكير، ماشيين كده بالاوامر، ما فيش دراسات جدوى، ما فيش اي حاجة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. مشكورك جدا، شكرا جزيلا. في رسالة جيالي، مش عارف أقرأ أنهي رسالة والله. بيتكلم على يناير أهو. أرجو أن تقرأ هذه الرسالة وترد عليها بشخصك الكريم. حاضر.
رسالتان، الأولى ردا على السؤال والثانية شخصية لك، الشخصية هقراها بعد الحلقة. أولا ردا على السؤال، فإنني أخالفك الرأي، أتحفظ على كلمة ثورة، فما حدث في يناير هو حركة من جماعات الإسلام السياسي وليس ثورة شعبية. هدف هذه الحركة ليس العيش والحرية كما ادعوا وروجوا، وليس مجرد إسقاط نظام ادعوا أنه فاسد، لكن هناك أسباب خفية وهي إسقاط مصر وليس النظام، بدليل أن الشعب المصري كله بيترحم على أيام مبارك، والجملة الشهيرة اللي صارت مثل ولا يوم من أيامك يا أبو علاء، الجملة دي بتقضح في السيسي يا عم صلى على النبي. وأقسم بالله لولا دور المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي لكانت مصر الآن سوريا والعراق واليمن وليبيا، ولدقت طبول الحرب الأهلية والطائفية بين أطياف الشعب. يا أسامة، أحداث يناير والعام الأسود للجماعة هو السبب الأوحد لخراب مصر وما خلفوه من تداعيات نعاني منها حتى الآن. من المسؤول عن سد النهضة في إثيوبيا؟ أليست يناير وعام الإخوان الأسود وغيره من الكثير لا يسع المقام لذكره؟ أنت طالما قلت لي يعني أرد عليك بشكل شخصي، فأنا يعني هستجيب لردك. الحقيقة حركة من جماعات الإسلام السياسي، هو أنا الحقيقة مش عارف أنت مصري أولا ولا لأ، ثانيا أنت عايش في مصر ولا لأ، ثالثا كنت في مصر وقت يناير ولا لأ، رابعا أنت بتتابع مين؟ يعني مش عارف. يا أخي الفاضل، جماعة الإخوان المسلمين، أولا حزب النور كان على المنابر بيدعو لطاعة ولي الأمر لحد يوم موقعة الجمل، كنا احنا بنضرب بالنار، وحزب النور كان مسلط يعني السلفيين يعني قبل حزب النور ما يتعمل، مسلط الأئمة بتوعه في الجامع بتاعته بيقولوا طاعة ولي الأمر ومن لازم داره فهو آمن ومش عارف ايه. طيب الإسلام السياسي ما شاركش أصلا يوم 25 يناير، يعني الإخوان المسلمين كجماعة لو أنت بتكلم عنها نزلت يوم 28 يناير، فثورة يناير حركها مجموعة من الشباب المصري وصفحة كلنا خالد سعيد كان الأدمن بتاعها، وائل غنيم مش إخوان، وعبد الرحمن منصور مش إخوان، ده الأكتر من كده أنه كان في الجيش كمان أيامها، رموز ثورة يناير كان شادي الغزالي حرب ومش عارف مين، وكان منهم من الإخوان طبعا محمد البلتاجي وآخرين، وكنا موجودين وكنت وقتها من شباب الإخوان المسلمين، يعني حاجة لا نغفلها، ونزلنا مع شباب كتير جدا من القوى السياسية والأحزاب بنشارك في ثورة يناير. فأنت معلوماتك مغلوطة، دي أول حاجة. الحاجة التانية، كان هدفها ليس العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وليس مش عارف ولكن إسقاط مصر، ده كان كلام عمرو مصطفى اللي هو اللي كان بيقول لك بيتكلموا انجلش لانجويج، وتامر بتاع غمرة المداخلة الشهيرة بتاعة البطايق الرقم القومي الإيراني فاكرها، فأنت بتفكرني بيهم قوي بصراحة بالكلام اللي أنت بتقوله. الشعب المصري كله بيترحم على أيام مبارك لأن احنا عايشين أيام سودة بصراحة في عهد رئيسك عبد الفتاح السيسي اللي خرب البلد ودمر البلد من أيام كشوف العذرية، من أيام ما كشف على البنات في ميدان التحرير، كنا هنبقى زي سوريا والعراق؟ لا الحقيقة احنا كان عندنا رئيس منتخب وعندنا انتخابات وعندنا دستور وعندنا كل حاجة، ولولا أن رئيسك عبد الفتاح السيسي انقلب على رئيسه في هذا التوقيت وقام بانقلاب عسكري وسار بالدبابة على جثث المصريين ما كنا وصلنا للحال اللي احنا فيه دلوقتي، وعمرنا ما كنا هنبقى زي ليبيا والعراق. أما بقى موضوع سد النهضة في إثيوبيا، راجل حرام عليك، سد النهضة مسؤولية الإخوان ويناير؟ سد النهضة المجلس العسكري اللي كان بيحكم في الوقت اللي إثيوبيا بدأت فيه البنى بقى مسؤولية الإخوان ويناير؟ يا جماعة أنا قلت يا جماعة والله أنا 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 آسف، بس أنت تحديدا لأن أنت بتبعت رسائل كتير، لو تكرر هذا المستوى من الهراء في الرسائل فأنا مش هضيع وقت الناس معه، يعني لو بعت لي 35,000 رسالة بتوع اقرأ مش هقراها فعلا، يا إما أنك تبعت كلام منطقي وتتوقف عن المغالطات، يا إما الحقيقة أنا هضطر أن أنا أقرأ رسائل يعني الناس محتاجة تسمع رسائل فيها محتوى، مش الحقيقة الكلام الفارغ اللي بيتباع ده. أنا آسف يعني بس فعلا أنت بعته كلام فارغ. خلينا نشوف مين تاني معنا. أبو محمد من مصر، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. والله أنا شايف أن السبب في خراب مصر في عاملين أساسيين، ويا ريت صدر حضرتك يتسع ليا أن أخلص كلامي للآخر. تفضل يا فندم. أول سبب احنا انتخبنا الرئيس مرسي لانه كان جه بثورة عظيمة عملناها كشعب مصر بجميع فئاته. لما الرئيس مرسي مسك الرئاسة كل الاصوات الصادقة معايا حضرتك؟ انا سامعك كويس ابو محمد، اتفضل. كل الاصوات الصادقة والامينة كانت بتناشد الدكتور مرسي بصفة مستمرة ان انت لابد من التطهير، مفيش ثورة بتقوم بدون تطهير، ولكن كان ودن من طين وودن من عجين. بالاضافة لذلك الدكتور مرسي الله يرحمه اتى لنا
بالسيسي ولم يدرك ان اللي السيسي عمله معاه ده كانت مؤامرة. يعني ازاي انا برئيس مصر وما عنديش جهاز مخابراتي يبحث لي عن البيئة المحيطة بيا ويمدني بالمعلومات. فانا اعتقد ان الدكتور مرسي تسبب في الاتيان بالسيسي. السيسي اللي هو السبب الرئيسي في خراب مصر. كويس. اولا معايا حضرتك؟ بس بما ان اذا علمونا كده في الفيزياء باين ولا مش عارف كان ايه، كان في دايما سؤال كده في الامتحانات اسمه بما ان اذا. فبما ان الدكتور مرسي هو اللي جاب السيسي، وبما ان السيسي هو المسؤول عن خراب مصر، يعني انت شايف ان الدكتور مرسي ساهم في خراب مصر؟ انت عايز تقول ده؟ لا، بحسن نيه. هو ساهم بحسن نيه، وحسن النيه في اداره طيب. البلاد وشؤون البلاد كويس. اعتقد انها مش مطلوبه. جميل، معايا حضرتك؟ معاك طيب. وبشكرك يا محمد، بشكرك جدا. بس عشان نسمع ناس تانية، خلينا نشوف ام ملك من مصر كده رايها ايه في النقطه دي. انا هرد عليها طبعا، يعني وفاء للرجل الذي دفع حياته داخل السجون، يعني ثباتا على موقفه وليس دفاعا عنه بس وفاء له، يعني هرد على النقطه. لكن ام ملك اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا دكتور اسامه. اهلا وسهلا. انا ليا الشرف ان انا اكلم حضرتك بجد. الله يبارك في حضرتك. انا كنت نفسي اعزي حضرتك من ساعه عمه حضرتك ما ماتت، وكنت تتمنى ان انتوا تسافروا وتقوموا بعزاها. والله انا يعني كنت عايز اعزي حضرتك من زمان، وانت حضرتك في قناه الحوار. والله اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. بجد انت كلك ذوق واخلاق، كفايه لسانك الكويس مع الناس والدبلوماسيه اللي مع حضرتك بصراحه. يعني اشكرك يا فندم. فبما ان السؤال اللي هو مين اللي خرب مصر دي، مين اللي باع مصر؟ طب انا عايز اسالك سؤال مصر. معلش يا ام ملك، معلش. ابو محمد كان معانا وهو بيحمل الرئيس مرسي جزء من المسؤوليه، بيقول لك هو اللي جاب السيسي، ايه رايك؟ اقول لحضرتك على حاجه. اولا انا بصراحه يعني ما اكذبش عليك، انا ما انتخبش الدكتور مرسي، ومش هكتب عليك يعني انا ساعتها انتخبت احمد شفيق، لان هم خوفونا جدا من موضوع الاخوان وكده. وفي نفس الوقت برضو لما انا شفت الراجل ده وشفت طبيعته وبيتكلم بطبيعته جدا، وتحس ان هو يعني من الشعب، بينزل يصلي مع الناس فاهم يعني. مش بس هو فعلا، هو انا مش هقول لك ان هو مشترك في الموضوع، لا، هو كان عايز البلد تقوم. فهو شايف ان ده الاساس، ان هو ده بني ادم عنده اكسبيرينس وفي المخابرات وكده، فهو وصل الموضوع لكده. هو لا، هم اصلا اللي وقفوه، هم اللي وقفوه. انا الدكتور مرسي، انا الله يرحمه بجد، انا ما انتخبته، بس انا بجد انا بحترمه جدا ودايما بقرا له الفاتحه، هو والدي واي يعني اي متوفي بصراحه. لكن انا بجد والله انا زعلان على البلد، البلد خربت، البلد خربت. انا لسه سامعه النهارده شركه الشرقيه للدخان كمان، الشركه المتحده هياخدوها كمان، يعني هياخدوا الشركه، هيتاجروا في الدخان وعشان بتكسب كويس، يعني مش سايبين حاجه الا لما يخربوها. طيب. ام ملك انا بشكرك جدا، بشكرك شكرا جزيلا. معلش استاذن المخرج بس لازم ارجع هنا عشان اتكلم عن الدكتور مرسي الله يرحمه. شوفوا يا جماعه، الرئيس المنتخب، اول رئيس مدني في تاريخ البلاد، الرئيس الراحل محمد مرسي، أدار البلاد بطريقة اختلف معه كثيرون، وأنا كنت منهم، من شباب الإخوان، وكنت أحد المنسقين الإعلاميين لحملة الرئيس محمد مرسي في محافظة دمياط، وكنت أكتب على صفحتي على الفيسبوك وأرسل لقيادات الحرية والعدالة وأرسل لقيادات الإخوان إنه لا يا جماعة، لازم ده يتعمل كده ولازم ده يتعمل كده. الرجل أدار البلد بشكل ما، اجتهد اجتهادا ما، لم تتلوث يده بدماء، لم يبع أرضا، لم يتنازل عن مياه، لم يفرط في غاز، وقف مع غزة وأهلها، دعم كل قضية وكل شعب عربي يستحق الدعم، تآمروا عليه وانقلبوا عليه. هو من جاء بالسيسي؟ هو جاب السيسي. كان خطأ؟ أكيد كان خطأ. في الوقت ده كان حد عارف أنه غلط؟ لا، لأن يعني في الوقت ده كمان كان فيه صحب بتكتب منشتات، وكان فيه عكاشة بيطلع يقول عبد الفتاح السيسي إخوان، اكتشفنا أنها من استراتيجيات خداع استراتيجي للمخابرات، أنهم كانوا عايزين السيسي يبقى وزير دفاع. ده يعفي الرئيس الراحل الله يرحمه المسؤولية؟ بالتأكيد لا، هو كان المسؤول. لكن النقطة بقى المهمة قوي، هل حد عين حد فهو مسؤول عن خراب البلد؟ يعني الحياة دي شوية محتاجة أن احنا نقف عندها. الراجل وهو بيحكم عمل إيه؟ تنازل عن تيران وصنافير؟ لا. الراجل اعتقل صحفيين؟ لا. الراجل قفل قنوات؟ لا.
الرجل كان بيتشتم وبيستهزأ منه وبيكتب بيسبب أمه على جدار قصر الاتحادية وما كانش بيعتقل حد. الرجل كانوا بيحطوا له برسيم قدام بيته في التجمع ما كانش بيعتقل حد. فالحقيقة المساواة أو تحميل الرئيس الراحل الله يرحمه الدكتور محمد مرسي مسؤولية خراب مصر، لا أنا آسف ده عدم إنصاف كبير جدا. تحمله تتكلم في أخطاء إدارته اتكلم، يعني الله يرحمه اللي عايز يقيم إدارته يقيمها، ده حقك وحقي وحق أي حد، لكن انك تقول ان هو خرب مصر لا انا اسف، يعني كل التقدير الحقيقه للرئيس محمد مرسي الله يرحمه، ربنا تقبل منه ثباته. وان كان الرجل قد عين السيسي بالخطا فاعتقد يعني انه دفع حياته ثمنا لمبدا تمسك به وهو الشرعيه، دفع حياته ثمن لمبدا تمسك به وهو عدم اعترافه بالانقلاب العسكري، دعا الناس للسلميه، دعا الناس لعدم التواجه مع القوات المسلحه والشرطه والحفاظ على المؤسسات. فليس من الانصاف ابدا الكلام عن الرئيس مرسي ان هو شارك في خراب البلد. من خرب البلد معروف الحقيقه هو مين وعمل ايه. خليني ارجع للمتصلين مره تانية. معنا ابو ادم من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور أسامة، بحيي حضرتك وبحيي البرنامج الجديد بتاع حضرتك ما شاء الله، يعني نسبه المشاهدة الله أكبر، أنا متابع حضرتك على النت يعني بسم الله ما شاء الله. شكرك يا فندم. ربنا يحفظك ويحفظ كل حر. هخرج بس بره موضوع الحلقة دي واحدة دكتور أسامة، والله العظيم أقسم بالله أنا بقى لي أكثر من 9 شهور ما أكلت اللحم ولا دقت اللحم. أنا بتفرج على فيديوهات فيها أكل وأبلع ريقي كأن أنا اللي باكل. أقسم بالله دكتور أسامة أنا الانتحار من 2-3 كان بيراودني، وأتمنى أن أي شيخ يديني رخصة وحنفذ في الحال. في الحال مش هستنى يا دكتور أسامة. لا هو أنت بس استهدى بالله كده يا أبو آدم الله خليك، بس استهدى بالله مفيش رخصة للكلام اللي أنت بتقوله. ادعي ربنا واستعين بالله، اتكلم مع ناس حواليك، لكن يعني حاول تطرد الأفكار اللي انت بتتكلم يعني عنها دي. الله خليك، ربنا يعني يعينك ويوسع عليك ويرزقك من فضله، ربنا رؤوف رحيم يعني أبو آدم، وانت أكيد يعني أدرى بالكلام ده وأعلم بيه مني، وأبدا لا يترك عباده يعني. فبس يعني أرجوك يعني ربنا يمكن يكون خلى المداخلة دي تحصل عشان نتكلم مع بعض، وعشان تلاقي حد بيكلمك وبيقول لك لا، يعني هتلاقي حبايبك حواليك وهتلاقي ناس حواليك. فأتمنى أن أنت يعني تبعد هذه الأفكار ويعني تدعي ربنا وتلجأ لي، وإن شاء الله هيجعل لك يعني من كل ضيق مخرج يعني. تفضل حضرتك. معلش هتكلم دلوقتي على الإعلام اللي طالع لك تكشفهم وزبرهم. طيب تديني مكانك يا عمري أديب أو يا أحمد موسى، يعني خليني مكانك، قعدني في بيتك، اطلع انت تعالى اقعد في بيتي وعيش عيشتي وانا جاي اعيش عيشتك، وانا موافق باللي انت بتقوله يا سيدي، انا هبقى موافق ومبسوط باللي انت بتقوله. خليني مكانك، تعالى عيش مكاني شهر واحد لو استحملت العيشه بتاعتي، يبقى انت راجل بسم الله ما شاء الله راجل بتتكلم صح. نعم. وانا هاجي اعيش عيشتك ونشوف هتستحمل شهر واحد من عيشه الناس دي ولا لا. يا جماعه طيب. انتوا مش حاسين بحاجه، انتوا معلش لا مؤاخذه يعني ايه، انتوا بتتكلموا في ملايين ومئات الالوف، احنا الارقام دي بنسمعها بس بالنسبه لنا حاجات خياليه، الحاجات دي احنا مجرد ان احنا بنسمع عنها بس. فبتتكلم انت عارف يعني ايه واحد مننا يمسك 100,000 جنيه، ده كده كانه معاه 100 مليون، ده كده حياته اتسطرت كده، حياته بقت زي الفل. يعني انت معلش انت لما تحب تطلع انت واسرتك كده تروح مطعم ولا تروح حاجه تتعشى بس عشان هتتعشى اللي حاجه ب 3-4,000 جنيه. طيب تعرف ال 3-4,000 جنيه دول يعيشوا البني ادم فينا شهر كامل متكامل، وهيكون يعني مبسوط كمان. الناس طيب. دي مش حاسه بحاجه يا دكتور اسامه. الناس أبو آدم أنا طلع بس. انا بشكرك جدا ويعني على وجودك، واتمنى ان شاء الله ربنا يوسع عليك يعني، وفي اقرب فرصه واقرب وقت تكون الامور معاك اتحسنت للافضل. خليني اختم مع ابو محمود من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي سامي، ازي صحتك؟ اهلا وسهلا. ازي صحتك عامل ايه؟ الحمد لله. اولا والله الموضوع كبير، بس هو انا رايي جهل الشعب سواء كان متعلم او دكتور في الجامعه او المهم يعني كل الجهله او كل المتعلمين كانوا جهله في الوقت ده. وعلى الجميع ان يتحمل سبب جهله
سبب جهلنا جميعا. والدليل على كده جابت الانفاس كلها دكاتره. الناس اللي طلعت معظمهم دكاتره. الناس اللي نزلت في 30 ثوره 30 اللي بيقول عليها وانا منهم. نعم. كله متعلم يعني. شفت الناس لقيتها متعلمه. كله متعلم. اذا كله مش موافق على الحكم مع ان جهلنا بالديمقراطيه. طيب. الشيء الغريب ان اتلعب على جهل المصريين بالديمقراطيه فقط. الديمقراطيه كنا نسمعها ونقراها في الكتب، لكن عشان تظبط الناس تتعلم. بشكرك ابو محمود. بشكرك ابو محمود واسف جدا على المقاطعه، بس عشان ام ادم برضو مستنيه على الخط والحلقه خلاص بتخلص. ام ادم اهلا بيكي. ام ادم معانا؟ طيب، على كل حال شكرا جزيلا لأم آدم، وبعتذر لأحمد من بريطانيا. بشكر كل اللي شاركونا على مدار الحلقة في الاتصالات والرسائل. آخر رسالة بس: اللي خرب مصر هو نظام الحكم الواحد، حكم العسكر من سنة 52 الضباط الأحرار. يسقط حكم العسكر على فكرة. الثورة فكرة، ومن يعتقد أن الثورة ماتت فالفكرة لا تموت. آخر كلام في حلقة الليلة لعمرو أديب واللي مشغلينه واللي بعتينه، والتركي الشيخ هتاف بنقوله: من أول يوم تنحى في مبارك لسه الدم في قلبنا فاير، لساها ثورة يناير. تصبحوا على خير.